بتعب في الاول وبعد كده برتاح، بس باكل لقمه نظيفه. انا بصلي الفجر وأقوم اروح اجيب عيش واطلع اوكل طول زي كده، واصحي بقى مرتي ابني نقعد نفطر ونشرب شاينا وعادي بقى، مفيش حاجه تاني يعني. اللي هو عليا اجيب العيش وافطر طيوري واصحي مرتي ابني. معايا نسواني بس ما بيعرفوش يعملوا الخبيز دي، ما بيعرفوش يعملوا اللي احنا بنعمله دي. احنا بقى بتوع زمان كنا بنعمل كده، انما بتوع الوقت زي ما انت شايفاهم كده ما بيعرفوش يعملوا. بعمل بقى غصب عني، بيبقى ساعات بطلانه ومجبوره ان انا اعمل الاكل دي او الخبيز دي لازم اعمله. احنا يعني ناس على قدنا وبنجري على اكل عيشنا، بنأجر ارض نصح ملك وبنزرعها، نزرع برسيم ونزرع سبانخ ونروح نربطها ونبيعها في القطر ونساعد مع العيش وبنقعد وكده مع جوز لا موظف ولا عيال موظفين. الناس على قد حالها، فلاحين وانا بعمل كده عشان العيش او بساعد مع جوزي عشان خاطر العيش. انا قوم الساعه 3 اروح الخضربيه وكده انا وابوه، بس انا بعمل كده عشان ولاد، عشان اربي ولاد، عشان ما ازعلش ولاد. بتعين معاهم؟ بعين معاهم في العيش. سعيد يعني ممكن ابني يقول انا مش رايح الغدا اعمل، انا بروح مع بدل ابني مع ابوه واساعد معاه عشان جوزي وعشان اكل العيش، وببقى كويسه وقدام ما فيش نكد ولا في زعاق وعيالي كويسين ما بيعملوش حاجه غلط، تبقى انا كده مبسوطه وكويسه.